نحن وين؟ نحن بالأنتوناين سكول بغزير، شيء كتير حلو عم نعمله. شباب نيتشر كلهم سوا، عنا أكثر من 7 سيشن من إسنشال أويل للكومبوست، لتعلموا من الطبيعة، لتعملوا إرباريوم، شيء كتير حلو. عم نجرب قد ما فينا نعمل إمباكت على الأجيال الجاية، عم نروح على المدارس، عم نجرب نعلمهم نحن كيف منشوف الطبيعة. طبعا اذا انتم بتعرفوا هذه الكلمه اسمها بايوميميكري هو انه نحن نتعلم من الطبيعه. هذه النبته اسمها فيكتوريا امازونيكا، هي اكبر نبته بالعالم، عندها ورق كبير. شو الفوتوسينثيسيس؟ مين بيعرفها؟ شلون هذا الفلتر وشو مطرح قبل ترى عملوا له شكله مثل منقاد العصفور. الهدف من الفلاور يصير عندنا فروت. هيك شو اذا فهمتوا اكثر؟ هيدا فروت؟ لا. ليه منه فروت؟ لانه رح تلاقيت فيه زهور؟ لا. لا، صرت طلعوا، فواكه تبع شو؟ برافو، انت سوبر شاطر، شو اسمك؟ لانه حيرجز ل هيدي الصورة كثير مهمة ورح أخبركم شيء كثير مهم عنها. هيك عنا دبانة، هيدي الأوركيد بتعمل حالها بيروكي. أول شي ليكوس، هاي مثل شو؟ سعدين. اسمها أوركيد سيميا. We go back to serious. ريحة شو عم تشم؟ برافو، هون خبر كل شي، عرفهم كلهم. جيت حطيت الزعتر جوا، وهيدي 10 أكياس مثل هول، هيدي الاسنشال اويل الزعتر. كثير عم تسألوا أسئلة حلوة، برافو. بدكم اسألكم كم سؤال قبل ما نبلش. مرة رحتوا على الطبيعة وشفتوا هيك بلانتس طلعتوا فيهم؟ How many plants are in the world? The world 6000، إذا بلبنان في 2006. انتوا اليوم بترسوا على 2 بلانتس، تعرفوا شو الفرق؟ بدك تشمها، بدنا نشمها، بليز احفظوا هالنقطة. A scientist that studies plants. شو بيفيدونا plants؟ خبرونا. We can dry the leaves and use them as some kind of either fuel or a snack. As a botanist, you have to study the morphology of the flower. في شيء اسمه الباسي. هيدون هلا not for flowers. بتحطوا sepals برا إذا في sepals. يا ما في بس وحدة، وين البقية؟ لا لقيتها مين هي؟ هون عندهم 35 أو 30 بيتلز. ايه شفتوا، مش كل الزهور ذات الشيء. هرينا هريتوها، اوكي. مرتي جاي وقت بدكم تعملوا هيدا الستادي بتنتبهوا ادرسها مزبوط وشوف شو صار فيها. اول ستيب حطيتها مزبوط، اكيد لازم يكون في ستام وكل شيء، والفلاور والليفز. انتوناين سكول وات ريجن، اف اي نو ذا التيتود اي رايت ذا التيتود. عارف كيف تحولت الفلاور بعد 100 سنه، بعد 50 سنه، بعد مدري قد ايه وقت. Okay guys, good morning. Let's gather around the insects here. Get them out of your system. Okay, good morning. Let's sit down on the chairs behind you, please, guys. The magnificent world of insects. We're gonna see how we're gonna do, okay? So team number one, okay. It's a teamwork, so Erbo is about to come. بدكم تحطوا كل وحده على البادي بارت. The last part of an insect's body, so it goes last here. And the legs, okay, it's correct. So we have head, abdomen, and thorax. These are the main three body parts of an insect. Then you have the antennas and the legs. Okay?
So you had one small mistake. It's very good. What do you know about insects? So for example, how many legs does an insect have? Six. Like a dinosaur being afraid of an ant. So we shouldn't be afraid of the spider, but we should leave them alone because they are very important animals for our households and for the ecosystems because they play the role of pest control. So you have to place the cup in a way, if insects falls in, they can't fall out, they can't get out. It's fine, we are here to learn. We have soil and two cups, and we have to create a trap from it. Go up and they will fall into our trap, okay? So, why would we create a trap? Silk from laces. Who knows what's the silk? Silk hul harir. You can see the silk. If all insects happen to die, we would still have 6 months to live. في تلاميذ كتير لاحظت انه عندهم ثقافة معينة من اهلهم او بيقروا او شيء بس ما عندهم محل بالمنهج يبينوها. انبسطوا كتير انه قدروا يبينوها على المدرسة. انا الاخ جوديت هارون رئيسة ثانوية رهبة الانطونيات غزير. كتير فرحت بهالمشروع اللي قدرنا عملناه لتلاميذنا. انا بدي اشكر ابونا زياد الاشقر يلي مدير هالمرحلة اللي اجته هالفكرة الحلوة انه يدعيكم انتو الشباب ويدعي مسيو مارك بيروتي لحتى يعملوا هالسيشن لتلاميذنا. وهالاختبار كان كتير كتير موفق وحلو وجميل. عاشوا الاولاد معكم اوقات حلوة فيها ترفيهية وتثقيفية وانفتاح للطبيعة ومحبة للطبيعة، وهذا الشيء اللي نحن بنحب انه ندلل عليه بسنويتنا ونحبب الاولاد بارضهم ببلدهم بوطنهم بطبيعتنا الرائعة الجميلة. حطيتوا هالطبيعة بقلب المدرسة كحياة، اعطيتوها حياة مش انه بس علم ومعرفة، ولكن عايشوا الاولاد هالشيء معكم واختبروا. ربنا يبارككم ونشكر حضوركم ومحبتكم وهالتيم. انبسطت بهالتيم، انتم عاملين هيك تيم فريق حلو بجننوا هالشباب، بجننوا. الله يبارككم ووفقهم. ثانك يو للتيم كله مثل ما بتقولي، ونقلكم ميرسي لإلك ولبير زياد لأنه اعطيتونا الفرصة نوصل 150، يعني مش هينة، يعني نحن بالنسبة لنا هن صاروا مثل بدنا نقول امباسادور صغير لنا تنغير هالبلد. يعني بقول دائما انه لبنان احلى بلد بالعالم. صحيح. وبدنا نخليهم يحبوه. طيب خليهم يحبوه لازم يتعرفوا عليه. The forest. ليه برأيكم الشجر هن supposed to be شجر طوال؟ ليه برأيكم بقيوا صغار؟ فيها غابة صنوبر، أكبر غابة صنوبر بلبنان. شجرة صنوبر؟ شو بنسميه؟ باين كون؟ أو بيشبهوا بعضهم لأنه صنوبر ويل للزيب أو جينيبر. سو الأرز كتير مهم. شكل الهواء هيدا اللي بتصير عندنا 800-900 سنة. سو اوت هي وطالعة بتاخد شكل الهواء لحتى ما يضيق الهواء بقى. سو الهواء أو الريح جبروها إنه تاخد هيدا الشكل لحتى تعيش. ما بتكب الورق تبعها بالشتوية مثل الفاصوليا والبازيلا. شكلها يعني برانش كبيرة وكذا. طعم للسمك بيدوخ السمك، بيطلع شيء من قلبه، بيدوخ السمك، بيطلع على وجه المي، بيقدروا بسهوله يتصيدوا. نحن على طول لما نروح نشتري من السوبر ماركت او من حي الله مطرح، شو ما كان البرودكت، لازم نسال حالنا: Do I need it? And how much I need.
ما اشتري قصص مني عايزة وتخلق ويست بعدين. هذا الشيء بينطبق مش بس على الاكل، بينطبق على الالكترونيكس يلي هو في ماتيريال فينا نبعتها نعملها ريسايكل مثل البلاستيك والنايلون، اورجانيك ماتيريالز مثل لحمة دجاج، خضرة، فواكه. 60% من الزبالة تبعنا هي هيك، 20% منها هي ريسايكبل. ما فينا نكبه كيف ما كان، لازم نكبه بطريقة معينة أو نحوله لأبسايكلينج، يعني نعمل ديزاين جديد فيه. خشب أو بلاستيك، لأنه البلاستيك بايوديجرادبل والخشب كمان بايوديجرادبل بيتفكك مع الوقت. Transition of green and brown بيطلع لنا an ideal compost. شو يعني an ideal compost؟ حامض. يلا. مش شيء نمشي. تراب. So مش نكشن ميتوا الريحة قوية. So نحن لما نشم ريحة الكومبوست ريحة قوية we have to check it. يعني في شيء غلط صار فيه. هيدا الغلط اللي صار فيه إنه صار دراي. إذا بتتبوست the real compost ما إله ريحة. عنا two layers إذا شايفين. طلع بهيدا وبشوف مزبوط. 2, 3, 4, 5 layers. It's a good compost. هيدا يعني شيء كتير مهم، مثلا I need to spray. إذا بتطلع عليها في عليها كرة أرضية، يعني ما بتقدح طبقة الأوزون. إذا بتشوفوا مثلا عليها دور فلاش اللي هي كان هي القنينة إذا أخذ ريسايكبل. أنا يوسف. This is those are my colleagues Leonard and Adam. Okay. Adam. In the garden, we implement كل شيء عملناه من الديزاين على الهيدا. Including irrigation, including the plants. بتعرفوا الشط يعني من أي فاميلي وأي واحدة بتشبه التاني. شكل ستام. كم كل شكل شكل ستام. شكل ستام، مش ضروري ستام بس كمان. شكلها. 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 So, fruit, stems. ريحة وليف. يكون تقريبا بده يكون عندكم هيك شيء. اوكي؟ هيك شيء صح؟ اوكي سو وكلكم حطيتوا تراب بقلبه، هلا رغم انتم رجعتوا زدتوا تراب، شو لازم تعملوا؟ التراب بدكم تفوتوه كله الروتس تبولها لازم تكون كلها جوا. مش هيك ولا هيك، كلها جوا. اوكي؟ ذن تجوا لفوق بتحطوها بتثبتوها بايدكم هيك بالنص، تاخذوا كمشة تراب حلوة ما بيأثر، مش ضروري تكونوا 100% وبتحطوها فوقها. شو الأفونتاج؟ شو الأدفانتجز تبولها؟ هي أسرع، بس ليش أسرع؟ وما عندها ضبيع. السيد بزرعها بزرع الشهر عن الشتاء أوريدي كبيرة في بيعها. هلا غزوا هيك، أوكي؟ هلا شو الساينتفك ريزن؟ شفتوا هون في زياح؟ أوكي؟ It's different from other succulents لأنه عادة السكلينز they are something like this. الماركوتاج هو بدكم تشيلوا كل هيدي البارتي هون. البارتي البيضاء اسمها كومبيوم. الكومبيوم مش هيدي اللي بتفرق بين الفلوم والاكزايلر؟ صحيح. Thank you.
هاي اجين مرة جديدة. شو خبرونا انبسطتوا اليوم؟ اوكي اوكي عظيم عظيم. سو رح اجي اعرفكم عن حالي، انا اسمي الي زيادة، انا مهندس زراعي. نحن بالاصل شركة زراعية. صار فيها يا انه نحن منلاقي طريقه تو سرفايف هيدي الازمه ونقبل فيها ونحط. صحيح انه كثير متعب الشيء اللي بيعمله وبيهلك، بس لما تبلش ترى المني بال2020 بالصيفيه تقريبا تعرفنا على دكتور عادل صاحب نوغار بالقانون اللي ربح جوائز كثير. طلع شوي على الصور، صار هو دكتور مارك بيروتي، واكيد معهم كثير ناس بتقول احوش من الام تي في مثل شرب الطوء من بشري، يبرموا على الضيع ليفرجوا وات وي كول ذا لبنيز هير. بتذكر بيناتهم غلبون. في كثير اشياء حلوه تعلمناها اليوم، ناخذها دروس لحياتنا، مش بس بعلاقتنا مع الدانس انما ايضا بعلاقتنا مع بعضنا البعض. ميرسي لكم. نحن بثانوية الرهبات الأنطونيات مارياس غزير، نحن ونيتشر مع باي مارك بيروتي، لحتى أول شيء من بعد الإكزام 1 يلي عملوا تلاميذنا يكون عندهم فسحة يقدروا من خلالها يرتاحوا ويستفيدوا بالوقت ذاته. هلا عم نشوف إنه أولاد كثير عم ينبسطوا فيها، عم يشتغلوا عن الانسكتس، عم يشتغلوا عن التريز، عم يشتغلوا عن الايرباريوم، عم يحكوا عن كثير اشياء. سيسيونات الاولاد فعلا دخلوا فيها وحسوا انه they keep in touch مع الطبيعه. وزياده الكونفرنس اللي عم تنعمل بالاخر عم بتعلموا ندوس لحياتهم الشخصيه من التلاميذ اللي عم نشوفه ومن المعلمات كمان، انه كثير عم ينبسطوا وكثير عم يستفيدوا. ونحن كثير هيك حاسين انه هالمحطه اللي عملناها بالمدرسه مع نيتشر عطيت شيء ايجابي للتلاميذ. ونحن بنشكر كل التيم يلي كان مع دكتور بيروتي ويلي عطيوا من قلبهم اكيد مثل العاده، وقت عم يكونوا مركزين على التابلتس تبعهم على تليفوناتهم، وهذا شيء عم ياخذ من وقتهم ولكن بشكل كثير سلبي. فحبينا انه هالمحطه تكون مجال انه ينفتحوا على الطبيعه وعلى غناها، وهيك بنرجع على طبيعتنا ولجذورنا وبنقدر نتعلم دائما الافضل لالنا. اعطيناهم انسبيريشن بس فعليا من عندهم حتى انسبايرد.